انطلقت فعاليات الملتقى الثالث للجمعيات العاملة في مجال السرطان في الوطن العربي تحت شعار الدعم النفسي وأثره في رحلة العلاج، والذي يوافق يوم السرطان العالمي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتحت رعايتها، والذي نظمته الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان وسط حضور فعال لمنظمة الصحة العالمية وحضور الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق. وقد حرصت الجامعة العربية على دعم مرضى السرطان في الوطن العربي، وكذلك دعم منظمات المجتمع المدني العربية النشطة في المجال لتقديم أفضل خدمة ممكنة لمريض السرطان في الوطن العربي. الملتقى يهدف إلى التأكيد على أهمية التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني العربية بين بعضها البعض، وكذلك بينها وبين المؤسسات الحكومية في دعم مرضى الأورام. وأكد الملتقى على أهمية تقديم سبل الدعم النفسي لمرضى السرطان لما له من أهمية في تحسين نسب الشفاء والعلاج، فضلاً عن التعاون مع المؤسسات الحكومية والجامعات للإسهام في دعم المريض بتوفير الأدوية العلاجية والبروتوكولات المناسبة، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر، وأن المبادرات الرئاسية تسعى لتقديم جميع الخدمات الطبية للمرضى. الاحتفال باليوم العالمي بالسرطان شيء هام جدا، أن نلقي الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني تعمل في مجال علاج الأورام، وأيضا إلقاء الضوء على أهمية دور المجتمع المدني في دعم الحكومات ودعم الشعوب في قطاع الصحة على وجه الخصوص. طبعا مرض الأورام من الأمراض اللي بتمثل تحدي كبير جدا للحكومات وللشعوب، أيضا تمثل تحدي لصحة الفرد وصحة الأسرة بصورة عامة، والمجتمع العربي زاخر بمؤسسات المجتمع المدني اللي بتعمل في مجال مكافحة الأورام. طبعا لدينا العديد والعديد لنقدمه من خلال مؤسسات المجتمع المدني في شكل الكشف المبكر، التوعية العامة بصورة عامة لمرضى الأورام، وأيضا تقديم دلائل استرشادية لعلاج هذا المرض، دعم مجالات البحث والعلاج والبحوث الطبية والتدريب، عمل سجلات قومية لمرضى الأورام حتى يتسنى لنا جميعا من خلال مؤسسات المجتمع المدني دعم الحكومات في رسم خرائط صحية، وأيضا في تقديم المزيد في مجالات البحث العلمي فيما يخص هذا المرض. طبعا مما لا شك أن التوعية عليها دور كبير جدا جدا، وأيضا تقديم العلاج في وقت مبكر من شأنه أن يقلل التكلفة ويزيد من فرص الشفاء بالنسبة لمرضى الأورام بصورة عامة. احنا النهاردة اليوم العالمي للسرطان، فمتجمعين في الجامعة العربية علشان نتكلم عن أهمية الدعم للمرضى وأهمية الاكتشاف المبكر للأورام عموما، والحملات اللي اتعملت في مصر واللي بتتعمل في الدول العربية وبقية الجمعيات اللي هي بنسميها NGOs في مصر وفي الدول العربية، وعملوا ايه لدعم المرضى والاهتمام بالأورام. يعني الاكتشاف المبكر للأورام على حسب أنواع الأورام، في حاجات كتير قوي احنا بنحاول ان احنا زي مثلا مبادرة سيادة الرئيس بتاعت سرطان الثدي، الاكتشاف المبكر قلل نسبة اكتشاف المرض في المراحل المتأخرة بنسبة 24% في الحملة في السنين اللي فاتت. جنبها في حملات أخرى لأورام الرئة وأورام البروستاتا وأورام القولون، فعايزين نقلل النسب دي، لان طبعا لما بنقلل النسب دي نسب الشفاء بتعلى، فبالتالي التكلفه للدوله لما بتيجي نعالج بتبقى اقل بكتير، فنقدر نحنا نحافظ على غير ارواح الناس وان الشعب يبقى منتج، نحنا نقدر كمان نعلي نسبه الشفاء. اورام الثدي في الستات هي اكثر اورام انتشارا، في اورام الرئه تليها واورام القولون. في مصر عندنا طبعا اورام الكبد والجهاز الهضمي، كل دي نسب للأسف يعني عالية في البلد، فاحنا يعني ربنا إن شاء الله يساعدنا إن احنا نقدر نقلل النسب دي بالاكتشاف المبكر. أول رياضي يرجع للتصنيف العالمي للتنس بعد فشل في النخاع العظمي وأخطر من سرطان، وبعد كده طبعا كان 7 سنين مرة تقريبا وزنه وصل 130 كيلو، غرغرين في الإيد، مشاكل في الكبد في الكلى، في الآخر بفضل ربنا سبحانه وتعالى قدرت أوصل للتصنيف العالمي تاني. وبعد كده عملت مؤسسة حملة المنح الأمل العالمية اللي النهاردة بتكرم النهاردة، اللي هي أكبر حملة في العالم النهاردة اللي بتضم أكتر من 23 دولة. الغرض بتاعها بتنشر الأمل عن طريق فعاليات كتيرة جدا، سواء مؤتمرات خاصة بالرضا والصحة أو سواء فعاليات فيها انترتينمنت أو حاجات كتيرة جدا. فالنهاردة كانت الحملة فيها تكريم الحملة وليا علشان إن إحنا قدرنا نوصل تأثير كبير في الوطن العربي وفي العالم بأكمله. الحملة جت عن طريق قصتي طبعا، بعد ما كنت في جنيفا واختاروني الرياضي الوحيد في العالم اللي قدر يحقق ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى،
اللي قادر اعمله الناس اللي هو انقل تجربتي يعني. فتعاملت الحملة، انا بعتبر المرض الخطير في الحياة مش السرطان او حاجة تانية خالص، ان الحملة مش خاصة بالسرطان بس، الغرض من المرض الخطير هو الاكتئاب، ان الانسان يفقد الامل انه عايز يعيش. فالانسان لو عايز يعيش هو هيحارب اي مرض. اهداف المبادرة تعرف الناس ان مفيش مستحيل، ان الحملة فيها شاملة افكار كتيرة جدا، من اول وسائل الترفيه، الناس بتروح اماكن ما كانوش يقدروا يروحوها او عندهم امكانيه يروحوها، ده بيديهم نوع من الامل، وان مش حياته كلها في المستشفى بس او بيتعالج بس. والغرض ان احنا بنجيب ناس كتيره جدا مرت بتجارب تجارب كبيره، زي السنه دي في حفل الختام بتاع الحمله اللي بتشارك فيه الفنانه العظيمه صفاء ابو سعود اللي هي الحمله، بيحضر مرضى وبيحضر ناس زي كده بتحضر، وبيشوفوا نماذج ناس قدرت تتعدي يعني. غنى في الحمله السنه دي فيدريكو مارتيلو، هو اشهر مطرب في العالم، غنى على كرسي واخد اعلى وسام في ايطاليا. شارك في الحملة أشخاص كتيرة جدا في الإمارات، شاركت معانا برضو ملك، عندنا مش كتير جدا يعني. احنا النهاردة في اليوم العالمي للسرطان بنحتفل بالناس اللي قدرت ان هي تحارب السرطان وتنتصر عليه وتشفى تقضي رحلة العلاج بنجاح. النهاردة احنا في جامعة الدول العربية مع ملتقى من الجمعيات الخيرية الداعمة لمرضى الأورام في البلاد العربية، عندنا من جميع البلاد العربية في ناس ممثلة عن الجمعيات، وعندنا طبعا من المحاربين اللي قدروا ينتصروا على الأورام من جمهورية مصر العربية. احنا النهاردة بنحاول ان احنا ندي الرأي المختلف من الجمعيات، ازاي ان الجمعيات تقدر تدعم بعضها، ازاي تقدر تدعم المريض بخلاف الدعم المادي، يكون في دعم نفسي، دعم معنوي، دعم في رحلة العلاج، دعم في مكافحة الورم نفسه، ومدعم في ان المريض يقدر ان هو يرجع لحياته الطبيعية تماما. في تحديات في الجمعيات المختلفة في البلاد العربية، احنا النهاردة أورام تمثل في البلاد العربية في ازدياد، ده مش بسبب ان احنا عندنا حاجات بتعمل أورام بس، بسبب ان احنا ابتدينا نشوف متوسط عمر ابتدى يزيد في جميع البلاد العربية، ومع زيادة متوسط العمر هيزيد للأسف بعض الأورام. طبعا في نمط غير صحي موجود وهو التدخين، نمط غير صحي وهو السمنة أو السمنة الزائدة، ده بيؤدي لحدوث أورام أكتر. ده أكتر الحاجات اللي احنا كجمعيات وكتوعية بنقول ان احنا لازم نبتدي نحاربها، علشان قبل ما يحصل الورم نقدر ان احنا نحارب ده. انا جاي هنا يعني شرف لي ان انا ابقى موجود النهاردة في هذا المكان في التجمع للجمعيات الأهلية اللي في البلاد العربية كتير، واحنا كمعهد الأورام احنا مستعدين للتعاون، وهو ده المهم، مع جميع المؤسسات ومع جميع الجمعيات اللي في مصر واللي بره مصر، علاج معهد الأورام. يعني احنا محتاجين نحط السيستم والنظام ان احنا ازاي ان احنا نتعاون معكم، احنا جاهزين للتعاون كمعهد الأورام مع جميع الجمعيات والمؤسسات. احنا في اليوم العالمي لمرضى السرطان يهمني ان احنا يعني يبقى في وعي اكتر، اللي امتى نروح للدكتور، ازاي العين يجينا بدري امتى، ويروح لاي تخصص. الكلام ده مهم جدا، يعني احترام شكوى العيان دي مهمه جدا. يعني قبل ما اقول ان انا اعمل حاجات روتينيه يهمني احترام شكوى العيان، اي شكوى متكرره لفتره طويله بدون مبرر يهمني ان احنا نطمن على المرضى. دي حاجه من الحاجات اللي حتى نحطها للناس. واحنا بعد كده كمعهد الاورام يعني جاهزين لاي حاجات يكون فيها، زي ما انا قلت لحضراتكم قبل كده، يكون فيها تعاون مع جميع المؤسسات والجمعيات عشان اكتشاف والعلاج بدري، لان بتفرق انا جاي للعيان امتى. كل ما يجي العيان بدري بتبقى الامور احسن، وبتكون نسب النجاح احسن، ومضاعفات العلاج اقل، وده مهم جدا وفرق جدا في هذا الكلام. واحنا مستعدين للتعاون في هذا المجال. ما فيش حاجه اسمها يعني، بخلاف طبعا بعض الحاجات اللي معروفه عالميا، ومنها دور مثلا التدخين والحاجات اللي زي ديت، ما لازم اللايف ستايل تبقى مختلفه. يعني انا عشان اقلل احتمال الاصابه
باللايف ستايل تبقى أحسن، العيشة الصحية أكتر، بتقلل الإصابة بجميع بأمراض كتيرة منها الأورام، وتقلل أمراض القلب، وتقلل أمراض الحاجات اللي لها علاقة بال، يعني ان كل العيشة تبقى احسن، ما يبقاش فيها مثلا التدخين، يبقى فيها وزن مناسب، يبقى فيها لعب رياضة، بتقلل احتمالات الإصابة بحاجات كتير. احترام شكوى العينين زي ما قلت لحضرتك، في حاجات في كل سن تحترم، يعني مثلا ده يتعمل وما يكون فيه شكوى من حاجة معينة، ده يحتاج تحاليل، ده يحتاج دلالات، يحتاج منظار. طبعا كل مرض يعني سيطول الكلام عليه، يعني انما محتاجين ان احنا اللي يبقى فيه وعي هذا الكلام. والاكتشاف البكري في فرق جامد جدا معانا، وانا بقرر ان احنا مستعدين كمعهد الاورام نتعاون مع كل المؤسسات والكميات تحت امر حضرتك. المشاركه كانت متالقه جدا بكسب خبرات من الساده الزملاء الجمعيات الخيريه والقياده المصريه تبعيه جمعيه الاورام، ونتشكر جمهوريه مصر العربيه على رعايه مرضى السرطان في بلده وخارج بلده. نشاطنا بيتضمن تقديم الدواء للاطفال برعاية وزارة الصحة السورية. الحكومة السورية رغم 12 سنة حرب وزلزال وكورونا بتسعى لتأمين الدواء للأطفال والكبار رغم كل الظروف الصعبة، ونحن مثل ما بقولوا إحدى أجنحة الحكومة السورية في مساعدتها في محاربة السرطان. بنعمل نشرات توعية مكثفة للقرى، للسيدات، لسرطان الثدي، للأطفال، لسرطان المبيض. مثل ما شرحت لكم جوا انه في بعض الادويه هي مسبب رئيسي، ونامل من الله تعالى انه تلتغى من سجلات الادويه المصريه شيء اسمه محرض اباضه. شرفنا اليوم بدعوه من الجمعيه المصريه لدعم مرضى السرطان لبيان اثر الدعم النفسي في استشفاء وعلاج مريض السرطان، وحقيقه كانت مناسبه طيبه سمعنا فيها كلمات الهيئات والجمعيات المهتمة بمرض السرطان، ونحن ندفع إلى الأمام، ونشكر كل من شارك في هذا الملتقى. ونحن باسم مؤسسة اليمن ورعاية مرضى السرطان بالقاهرة لدينا 66 سرير على مدار العام لخدمة مريض السرطان، وخصوصا مريض السرطان الغدة الدرقية بالعلاج المشع، بالعلاج المشع، بعلاج يود المشع. ونتمنى لهذه الجمعية أيضا الأمام، والأمام إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا.